تم اليوم بالمركز التجاري المحمدي مور الافتتاح الرسمي للشركة الأمريكية يونيستي للمكملات الغذائية، وذلك بحضور المشرفين للمشروع ومدربين في التنمية البشرية، حيث يهدف هذا الأخير لنشر الثقافة الصحية من خلال منتجات ومكملات غذائية أثبتت فعاليتها على المدى الطويل. جليلة بالحاج عادت بالتالي. يونيستي هي شركة رائدة في التركيز على تلك المتلازمة، فمنتجات يونيستي هدفها الرئيسي أن تعطينا نمط حياة أفضل، طبعا مع نظام متكامل فيه الرياضة وأيضا الغذاء الصحي، ثم أيضا مكملات يونيستي اللي هي العلاقة بالمسمى بالجينوم سيتوكولز. لكن نتكلم على ثقافة الوقاية، كيف الناس تتعلم ثقافة الوقاية؟ وأنا هذا جزء من رسالتي في التنمية البشرية، جزء من رسالتي كيف نصنع الوعي، كيف نوصل هذه الرسالة؟ كيف يا ناس صحتكم ولا تسوى كل أموال العالم؟ لأن الإنسان أوكي الآن مش مهتم بالصحة، بصح نهار اللي قدر ربي يمرض، يصاب بالسرطان، يبيع اللي قدامه اللي وراه باش يشفى، بصح الآن عندك فرصة كيف تهتم بها؟ جزء من الوقاية، من ثقافة الوقاية هو هذه المكملات، ليست مكملات عادية، في آلاف الشركات اللي تشتغل على المكملات، لكن هذه شركات مختلفة، الروعة في هذه المكملات فيها ضمان.